دي ب2.5. ما شاء الله ب2.5، حلوة قوي. هي الفرق 2.5 عشان دي روبوت بس مش اكتر. حلوة قوي، بس برضك ب2.5 سعرها حلو جدا 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 عند الحاج ام خالد. اتناشر بسبعة جنيه، عصاية السحرية دي كبيرة ما شاء الله تبارك الله، حلوة قوي ما شاء الله تبارك الله، ربنا يوسع عليها. حاجات رمضان طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين الحارات. قبل ما نبدأ نقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، زيد النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام، كل عام وأنتم بخير. حاجات رمضان بدأت تنزل في شارع بين الحارات بإذن الله. أهو ده كده حاجات رمضان ما شاء الله. 18 جنيه أم خالد بتقولي صح؟ 18 جنيه. بص أدي شكل ما شاء الله تبارك الله. أم خالد طبعًا إحنا عارفين هي فين، في شارع بين الحارات جنب قهوة الريس. أدي شكل وأدي شكل التاني أهو ما شاء الله. ادي شكل بكرة اهو ما شاء الله، حاجات رمضان كلها ما شاء الله تبارك الله. بص كذا شكل 18 جنيه ما شاء الله، دي تلزق حط شكلها جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. كل عام انتم بخير، حاجات رمضان كلها طبعا عند الحاج ام خالد، بيجيب كل جديد والله ما شاء الله عليه. حاجات كلها ما شاء الله تبارك الله اهي، حاجات رمضان كلها ما شاء الله اهي. معانا برضك البلية اهو عند الحاج ام خالد ما شاء الله، دي عدد 80 حاجة صح؟ 80 بلية ب20 جنيه ما شاء الله. هو البلية اهو، هو ده اللي موجود بس، ومش هتلاقيه غير في هنا بس عند الحاج ام خالد على فكرة ما شاء الله تبارك الله، حلو جدا. دي ب20 جنيه، فيها 85 بلية، فيها 80 بلية ما شاء الله. معانا السلاسل الحلوة دي في الحلقان، معانا دي بكام يا حاجة؟ الاسوره هي ب 10 جنيه بدل 12 جنيه عند ام خالد ما شاء الله تبارك الله. السلسله الحلوه دي، السلسله دي ب 5 جنيه، ب 5 جنيه حلق، وسلسله ما شاء الله تبارك الله حلو جدا. دي ب 20، دي طقم كامل اهو ب 20، فيها 24 واحده ب 20 جنيه، حلو قوي. ودي ب 2.5 ما شاء الله، ب 2.5 حلو قوي. هي الفرق 2.5 عشان دي روبوت بس مش اكتر، حلو قوي، بس برضك ب 2.5 سعرها حلو جدا 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 عند الحاج ام خالد ما شاء الله، بتبيع الحاجه هنا بسعرها ما شاء الله. السلسله الجميله دي يا حاجه فيها 12 ب 20 جنيه، الذهبي اهو والفضي حلو قوي ما شاء الله تبارك الله، حلو جدا ما شاء الله تبارك الله. حاجات العيد بدات تنزل، البندقيه بكام؟ 13 جنيه. اللي عاوز قطعه بياخدها من عند ام خالد زيها زي في سعر الجمله بالظبط ما شاء الله تبارك الله، عندها حلو جدا. معانا الطقم ده كامل اهو كبير ب 23 جنيه، حلو قوي. الكره، الكره حاجه الكره ب 53 كيلو، فيها 50، الكرة دي زادت شوية بقى ب 53 طبعا، زادت فعلا 3 جنيه، حلوة بس هي شغل حلو فيها قوي ما شاء الله تبارك الله. معنا ال صابون سلايد ده ب 25 جنيه، حلو قوي، شكله جميل جدا جدا جدا. معانا فانوس رمضان 18 جنيه، ده ما بينورش، فيها 12 واحدة ب 12 بالونة، 12 فانوس ب 12 بالونة، فيها كرة؟ ما فيهاش، دي ما فيهاش كوره اهي، ب 12، فيها 12 واحده ب 18 جنيه ما شاء الله تبارك الله، حلوه قوي ما شاء الله، ربنا يوسع عليها يا رب. وطبعا والناس اللي بتكتب تقول انزلوا انزل صور، ادينا صورنا عند ام خالد تاني عشان الحبايب اللي بيسالوا عليه. الكيس ده بكام يا ام حاج ام خالد؟ 25، 25 واحده ب 25 جنيه. هي بص صغرت الكيس الكبير عشان خاطر اللي ما يقدرش ياخد الكبير ياخد الصغير اهو ما شاء الله، بتوفر لكم كل حاجه، ربنا يبارك لها واديها الصحه اهم حاجه. ادعوا لها دعوه حلوه كده في الكومنتات، ربنا يرضاها ان شاء الله. الشخاليل دي ب 20 جنيه اهي، بتباعها بسعر الجمله ما شاء الله، دي ب 20 جنيه برضك، حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله. معانا كيس البالون ده 500 كامل ب 25 جنيه ما شاء الله تبارك الله، ب 25 جنيه. كل ده موجود عند الحاجه ام خالد، شارع بين الحارات جنب قهوه الريس وجنب ابو خديجه وجنب المصنع بتاع مشمش، صح كده يا حاجه؟ العصايه السحريه 12 ب7 جنيه، العصايه السحريه دي كبيره ما شاء الله تبارك الله، حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله، ربنا يوسع عليها. حاجات رمضان طبعا وحاجات كلها. نزلت السلايم الحلو ده بكام ده؟ كام؟ 23 جنيه، حلو قوي ما شاء الله تبارك الله. ده كل ما لما بتنزلوا الجمهور بيزيد على فكره، عشان الناس اللي بتزيد غلي غلي فعلا عند الشافعي، قال لي اللي هو هيغلى وفعلا ورفع تاني اهو ما شاء الله، حلو قوي. الكره الكفر دي ب 40 جنيه، احنا كنا مصورينها المره اللي فاتت ب 40 جنيه ما شاء الله، اهي ما شاء الله تبارك الله. العمله، العمله دي بكام؟ دي ب 24، فيها 1000 ب 24، جميع العمله موجوده اهي ما شاء الله، اهي ما شاء الله تبارك الله، حلوه جدا ما عليهاش كتابه، نظيفه حلوه ما شاء الله تبارك الله. معانا ايه تاني يا حاج ام خالد عندك؟ التوكه، التوكه دي بكام؟ دي ب 7 جنيه، ب 7 جنيه اهو، يعني انت ممكن تنزل تعمل مشروع ب 7 جنيه عند الحاج ام خالد.
7 جنيه ما شاء الله تبارك الله. التوبه دي فيها قد ايه؟ فيها حوالي 100. فيها حوالي 100 ما شاء الله تبارك الله، حلوه قوي. 7 جنيه ما شاء الله. اللعبه دي ب 22، حاجات بقى اللي هي بص ب 24 جنيه مش ب 22، 24 مكتوب عليها 24، حاجات اللي هي الجامبو والحاجات الاعداء اللي عيد الميلاد. وطبعا احنا قلنا على الكومبرا من 18 جنيه، حلو قوي باشكاله جميله جدا 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 يعني. ومعانا التاتو اهو، كارت التاتو ده بكام يا حاجه؟ ب 25. البخت السيني بتاعك ده بكام؟ البخت دوت احنا بنعمله ب 17 جنيه. ده في يويو وفي حاجات يويو وفي سيره وفي 17 جنيه ما شاء الله تبارك الله، حلو قوي. كانت ايد فعلا في حاجات حلوه ان شاء الله تبارك الله. العروسه دي ب 20 جنيه ما شاء الله تبارك الله. العروسه دي ب 20 جنيه، حلوه قوي. بص الاشكال كلها لفوق ما شاء الله تبارك الله، حاجه كويسه جدا ما شاء الله. الكتكوت ده اللي بيتحرك ده كان احنا قلنا ب 15 صح؟ ده ب 15 يا حاج. ايوه ماشي تبارك الله. مضرب العيد اهي ما شاء الله تبارك الله. المضرب ده حلو قوي، المضرب ده جميل جدا. كم المضرب ده يا حاج؟ ب 10 جنيه، حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله. اهو ما شاء الله تبارك الله، ب 10 جنيه من عند ام خالد ما شاء الله تبارك الله. مشروع المضرب ده حلو جدا، بيتباع ب 15 و 20 جنيه، مكسبه حلو جدا ما شاء الله تبارك الله. العربيات الجامبو والحاجات النقل الكبير ده، الديك زي ما هو ب 10؟ اه زي ما هو ب 10. الديك اهو بيتفك ويتركب ما شاء الله تبارك الله. الاشكال بص ما شاء الله تبارك الله، اشكال كثيره جدا اهي. الاسوره دي بكام يا حاج؟ الاسوره دي 48، فيها 2 غويشه وخاتم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الصفاره الحلوه دي 48 جنيه ما شاء الله. التوكه ب 40 جنيه ما شاء الله تبارك الله. أه. كل حاجه موجوده عندها. 7 عقله ده بكام؟ دوت ب 32. 32 اللي ده اهو. دوت 75 واحده ب 53. بص 75 مكتوب عليه 100 بس هي بتقول لكم الصراحه. 75 واحده، 75 بالونه بكام؟ ب 53. 53 جنيه. يديك الحلو ده 25 جنيه ما شاء الله تبارك الله، حلوه قوي. بص الفرشه فيها حاجات كتير ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله. هي جنب قهوه الريس اللي جاي كده من شارع بين الحارات اهو ما شاء الله، قهوه الريس ومشمش واحنا جنبها ان شاء الله باذن الله. معانا ايه تاني يا حاج؟ طبعا الجديد اليويو ده بكام؟ ب 12 جنيه. في 50 واحده، حلوه قوي ما شاء الله. بص يعني حاجه جميله جدا. الكارت ده الكربشة ب 12 ما شاء الله. ده البالونه ب 12. الوش ده 13 جنيه. الوش ده ما شاء الله حلو قوي، حلو قوي الوش ده. الاثنين مع بعض كده 13 جنيه، يعني الكارتين ب 13 جنيه، حلو قوي ما شاء الله تبارك الله. اهو دي عندها كل حاجه ما شاء الله، حاجه ام خالد ربنا يا رب يوسع عليها ويرزقها ما شاء الله. اهو معانا الكربشه دي، فيها 150 جنيه. هي كارت واحد ولا كارتين؟ ده كارت فيه 100. كارت فيه 100 ما شاء الله ب 50 جنيه، حلوه. لو اتباعت بجنيه هيلم قصادها 50 جنيه تاني، حلوه قوي ما شاء الله. والحشرات دي مكتوب عليها ما شاء الله تبارك الله، يعني دي 45. 45 جنيه ما شاء الله. كيف ده الحشرات ما شاء الله. السويره ب 40 جنيه، فيها 100 ما شاء الله تبارك الله. ده كيس بالون اهو ما شاء الله بكام؟ 45 جنيه ما شاء الله تبارك الله. كل واحدة فيها 5 أو 6 بالونة ما شاء الله تبارك الله. أهو الحشرات دي، التاتو ده 30 جنيه، كبير قوي ده ما شاء الله تبارك الله، حلو قوي. في عندك المسدس ده، دي المسدس ده ولا ده سيف؟ الخنجر ده بكام يا حاجة؟ ب 12 جنيه، حلو قوي ما شاء الله تبارك الله، حلو جدا جدا جدا. كل ده موجود عند الحاجة أم خالد في شارع بين الحارات، أسعارها بتبيع القطعة من أول السعر الجملة إن شاء الله. الطقم ده ب 37 جنيه، حلو قوي ما شاء الله تبارك الله. أهو عندها كل حاجة، عندها البلي وعندها كل حاجة.